اتمنى يرفعون الانقاض منين يفتحون الجسوق شويه، يعني خدمات ماكو، يعني هذه رفع الانقاض يعني ما تطولها سنه زمان تكمل. صار 3 سنوات من تحققنا الى حد الان ما حد ما جاء سلم عليها ولا حد. خدمات كل شيء ماكو يعني صراحه، لا تنظيف لا كله بيدينا، يعني الملعب البيوت، يعني ايش اقول لك، بس شطارتهم يحفرون ويدمون. هذا الملعب ايش صار له؟ هاي من تحررنا اللي يزعق عليه يسمع صوته، كمبور تابع للبلديه تابع، ما بس هنا ساعه فوتينا على البيت جوا، فوت جوا كلها انقاض وكلها ايش دعوه تابعه للوقف وتابعه للهذي، وتظل مهمله. الله وكيل هذه المعامله يعني بيدي، هاي صار لي سنه ونص مقدمها، وهسه رجعت لي لازم اسع من جديد اسوي المعامله، يعني روتين 4 اشهر اني اركض بيها، وهسه رجعت لي من جديد هم لازم اكمل. هل يعني المدارس يعني بنوا لنا مدرسه ان شاء الله زينه، بس هنا يعني هو بقى الملعب والجنسيه تعبانه حيل. هذا الشارع العام هذا؟ اي والله شارع عام خاصه، يعني هاي مال الجنسيه يعني تفيد. انتوا وين تلعبون هسه؟ ملعبنا. بهالملعب؟ اي والله بالحق الساعه تعمروا العالم دا تلعب، الساعه بالحق يشيلون هذن يحطون جدد، والله الساعه جو كل شيء قنبلات، العالم يفوت واحد طفل بجد هذا مثلا ما يتم يفوت يقذف قنبله. ايش اشكوه؟ جوا؟ قنابل طلقات يفوت. وينك جوا؟ جوا هنا عمو.